مرحبا بك عزيز، مرحبا بكل المستمعين الكرام في مواكبة لآخر أخبار كما قلت عزيز ديال فريق الوداد البيضاوي، الوداد البطل اللي حقق بطولة ديال هذا الموسم، والأكيد يطمح يعني لتسجيل انتدابات وانتقالات يمكن تعطي الإضافة لفريق الوداد وهو ينافس على الواجهة القارية الموسم المقبل. إذا عزيز، فكما قلتي غنبدأ من حيث انتهيتي، فالحديث كثير على مالك إيفونا الجابوني، صفقة يمكن أصبحت تسيل مجموعة من الأندية خارج أرض الوطن، البداية بمصر. فالصراع عزيز، وأنا شخصيا فعندي اتصالات مجموعة من الإعلاميين المصريين بالأمس، الصراع كبير بين القطبي الكرة المصرية، الأمر يتعلق بالأهلي والزمالك، شكون اللي غادي يظفر بالصفقة ديال الملك إيفونا. الزمالك عرض عزيز 50,000 دولار زيادة على المبلغ اللي كان تقدم به الأهلي، وبالتالي فالأهلي كان عرض 750,000 دولار، بينما حاليا الزمالك 800,000 دولار هي 1,000 دولار هي اللي عرض فريق الزمالك كما قلت، زيادة ديال 1000 ديال 50,000 دولار على فريق ديال الأهلي، وبالتالي فكاين مزايدة على ملك إيفونا. أيضا حتى في الإعلام المصري عزيز، فبرنامج مباشر تبعته بالأمس، يعني من سيكسب الصفقة، الأهلي ولا الزمالك؟ هو صراع أيضا ما بين هيثم عربي اللي هو المسؤول عن تعاقد الداخل الأهلي، ايضا مرتضى منصور هذا رئيس فريق الزمالك، فكاين صراع كبير ما بين قطبي الكره المصريه، شكون اللي غادي يظفر بالصفقه ديال الملك ايفونا. على العموم فاللي كاين عزيز كيف ما تبعت، فكاين تصريح ديال مرتضى منصور هذا رئيس فريق الزمالك المصري، يؤكد بان كاين اتفاق مبدئي مع رئيس فريق الوداد على انتقال ملك ايفونا للدفاع الالوان فريق الزمالك المصري. وكيقول عزيز غير عزيز كيقول بان كاين هذا الاتفاق مبدئي وكاين هذا العقد، هو الامر اللي انا كنت استفسرت عليه يعني صحفي ديال قناه الاهلي، واكد بانه كيقول لي لان رغم اتفاق مبدئي كيقول بان الصراع مازال يتواصل، مازال الامر يتواصل والتحدي من الاهلي مازال مستمر. يمكن نسمعوا التصريح ديال مرتضى منصور. بالفعل نسمعوا التصريح ديال مرتضى منصور لاحدى القنوات التلفزيونيه المصريه تحدث على الصفقة ديال إيفونا. هو كان في صفقة مهمة في الملعب اللي هو ولد يلعب في الوداد المغربي إيفونا. ده الولد ده هدف الدوري المغربي وأحرف مهاجم في أفريقيا، ده في نادي الوداد بالظبط المغربي. أنا بس بشكر السيد رئيس النادي الأستاذ سعيد، وبشكر السيد رئيس نادي المكناس السيد عبد المجيد. أنا بعت وفدي سري ومضوا العقد المبدئي، والولد خلاص إن شاء الله في الزمالك. ده اللي كان صراع يعني بين الأهلي والزمالك، وقعوا العقد. توقع العقد وإن شاء الله هنوقع مع الولد، وخدنا موافقة النادي بتاعه، والوفد سافر غير ما حد يعرف. ودي مناسبة أن أنا بشكر فيها خالد رفعت وشريف إسلام، وبشكر طبعا أحمد مرتضى وأمير مرتضى، هم اللي سافروا خلصوا الناس دي اللي خلصت صفقة دي مع الدكتور سالم. هو اللاعب من أهم الهدافين، يعني ده الصفقة السوبر اللي كان عليها صراع بين الأهلي والزمالك. إذا كنت سمعوا مرتضى منصور تيقول الصفقات حسمات، لكن أخبار من الوداد مازال ما كاينش، باقي الحديث على أن كاين مفاوضات مع مجموعة من الفرق. تفضل القردة. إذا الصفقة سوبر يعني هذه العبارة كما قلت عزيز، فالصراع يشتعل ما بين الأهلي والزمالك، شكون اللي غادي يدير الصفقة؟ كاين مفاوضات سرية اللي كان دخل في الأول والأهلي شوية، يعني الزمالك دخل لمصارعة الأهلي واعتبر بأن الصفقة إلى يعني ولات الأمور تعدات، يعني شكون اللي غادي يدير اللاعب؟ بل ولا صراعات شخصية ما بين يعني مسؤولين الأهلي ومسؤولين الزمالك، وأيضا حتى إعلاميين ديال الزمالك وإعلاميين ديال الأهلي. على العموم اللي كاين مستجد آخر غنشوفوا واش إيفونا غيمشي الأهلي ولا الزمالك ولا الوداد، غيكون عنده رأي آخر وغيحتفظ باللاعب. اللي كاين مستجد هو بأن كاين نادي بولونيا عزيز، فيدخل أيضا على الخط ويطلب أيضا كاين طلب وبدا الرغبة ديالو في الانتداب ديال ملك إيفونا. في المقابل فالحالة يعني مغادرة ملك إيفونا، فكاين أيضا الوداد مهمة ديال البحث على لاعبين جدد اللي يمكن يعوضوا إيفونا، فكاين الحديث لإبراهيم البحري شخصيا، فكان لي اتصال لي بالأمس لمتواجد سونت، فيؤكد لي بأن العقد ديالو مع صفاقسي كيتواصل حتى 30 الشهر الحالي، وبالتالي الماتش ديال الكاف ديال صفاقسي والزمالك غيكون حاضر فيه، بعد 30 غادي يحدد الوجهة، وكيأكد بأنه لحد الآن ما كان حتى شي اتفاق مع أي نادي، كاين مفاوضات مع الوداد وأندية أخرى، لكن لحد الآن مازال ما حددش الوجهة ديالو على غير أيضا إسماعيل الحداد. فالمقابل
فكاين لاعب مالي اللي هو الشيخ سيسي، هذا مهاجم نادي ريال باماكو، فكاين تحركات من جانب الوداد. الساعه قد ما هذا اللاعب يمكن يكون البديل في حاله المغادره ديال مالك ايفونا لنادي اخر، يعني الوجهه ديال نادي اخر، يعني يمكن الوجهه ديال مالك ايفونا. اذا هذه باختصار كتلقى الاخبار ديال فريق الوداد اللي كما قلت نادي ليجيا فارسوفيا هذا البولوني اللي ايضا دخل على الخط من اجل انتداب مالك ايفونا، وكاين يمكن حديث بانه يرغب في انتداب ديالو لثلاثه ديال المواسم المقبله من اجل تعزيز تركيبه فريق الوداد الابيضاوي. اذا الجمهور يتمسك بايفونا، الوداد مطالب بانه يحافظ على جميع الاسماء ديالو، انديه يعني تتزايد من اجل انتداب ايفونا. على العموم السيناريو ديال ايفونا غادي نتابعوه في قادم الايام بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي. الوداد اخبار اخرى لكن في مراسلتنا المقبله الى اللقاء.